صباح الخير على حضراتكم واهلا بيكم معانا في الفقره الطبيه، الفقره اللي متعودين دايما نقدمها لحضراتكم في اخر فقرات صباحك عندنا. والنهارده معادنا مع الفقره التجميليه وخبيره التجميل اميره مصطفى. والنهارده اميره هتكلمنا عن لكل البنات والامهات المهتمين بجمال وصحه شعرهم، كمان كل بنوته او كل ولد كمان حابب يفاجئ مامته بهديه في عيد الام. اميره مصطفى هتقول لنا عن كل العروض والمفاجات اللي بيقدمها لنا بيوتي سنتر جرين بمناسبه عيد الام، وده طبعا مستمر معنا طوال شهر مارس. خلونا نبدا فقرتنا مباشره ونرحب باميره مصطفى. صباح الخير يا اميره، منورانا النهارده. صباح النور، منوره يا موسى. اميره خلينا نفاجئ الناس ونقول على المفاجات والعروض اللي بتقدموها لنا في بيوتي سنتر جرين، طبعا ده بمناسبه عيد الام. تمام، هو الاول كل سنه وكل ام طيبه، ويا رب دايما هم بخير وكويسين وعايشين بحسهم في الدنيا. هو احنا في جرين عاملين السنه دي حاجات كتير قوي للامهات. اول حاجه طبعا واهم حاجه بالنسبه لكل الناس هي البروتكس. احنا عاملين ديسكاونت حلو قوي على البروتكس، هم لو شرفونا بالاتصال على الارقام اللي هتبقى على الشاشه هيعرفوا قيمه الديسكاونت. بس خليني اقول لك ان هي فوق ال 500 جنيه او في حدود 500 جنيه، فهو عرض كويس قوي. التاني حاجة احنا عاملين 30% على اي عروسة هتحجز معنا دلوقتي، سواء فرحها دلوقتي او بعدين. هو اوريدي هي هتاخد الديسكاونت ده في اي وقت هو فرحها هيبقى موجود. أوكي. على بقية السيرفيسز بقى في ديسكاونت بيوصل لحد 50%. حلو جدا. اميرة النهاردة احنا هنهتم اكتر بالامهات. في بعض الامهات على فكره مش فارق السن، في ناس بيظهر عندهم الشعر الابيض او خصل بيضه حتى لو في سن صغير، وخصوصا طبعا الامهات كلها بتعاني من الموضوع ده وبتتفاجئ بيه الحقيقه انه يا حرام ابتدى يطلع لي شعر ابيض كتير. يعني ازاي بقى يقدروا الامهات او البنات طبعا والسيدات يتخلصوا من المشكله دي؟ تمام، هو اول حاجه خليني اقولك ان الشعر الابيض مش مرتبط بسن خالص. يعني ملوش علاقه انا سني كبير انا سني صغير ايه ده انا عجزت بدري. لا طبعا، مش دليل ان انا طلع لي شعر ابيض ان انا عجزت بدري. بالعكس، هي بتبقى ساعات جينات، ساعات حاجات وراثيه، ساعات من الصبغه. لو بنستخدم صبغه مش كويسه او بنستخدمها باستمرار طول الوقت بتلاقي ان ابتدى يبقى في شعر ابيض في الراس. وده مش هقول ان هو ليه علاج غير حاجه واحده بس اللي هي الصبغه، لان اوريدي خلاص هي البصيله اتصبغت باللون الابيض فهي مش هترجع للونها الاصلي تاني. فلما بيبتدي يبقى في شعر ابيض كتير في الراس، او خليني اقول لك ابتدى يظهر بكثافه، نبعد شويه عن الالوان الفاتحه. ليه؟ لان اللون الفاتح في الصبغه بتاعته بيبقى صعب شويه، وكل شويه الجذور هتطلع باللون الابيض، هنحتاج نصبغ الشعر تاني. فنخلينا في لون يكون متوسط، بنيات مثلا او اسود على حسب هي بترتاح للون ايه، ما يكونش مجهد للشعر، يكون سهل ان احنا نصبغ الروتس او الجذور بتاعته كل فتره لما تطلع، ويكون كمان مناسب للون بشرتنا. حلو جدا، يعني الالوان الغامقه الاسود او البني هي الاحسن لموضوع الشعر الابيض، او في ناس بتعاني من الشيب المبكر. بس خلينا نتكلم انه اي صبغه بيبقى ليها عدد غسلات معين او وقت معين وبتروح، بس في صبغات بتستمر الوقت طويل. ايا كان نوع الصبغه هي برضو ليها عدد، بس العدد بيزيد كل ما الصبغه يبقى نوعها كويس او كويس. الصبغه كويسه الصبغه وحشه لازم نبص لحاجه واحده بس، الصبغه دي ما فيهاش امونيا. اوكي، مفيش صبغه بدون امونيا اللي هو زيرو. ممكن تلاقي نسبه 1-2 اللي هو بنتكلم في النسبه السيف، بس خليني اقول لك ان كل ما نسبه الامونيا بتزيد كل ما الاضرار بتزيد على الشعر، كل ما الشعر بيتعب اكتر، كل ما مده الصبغه بتبقى على الشعر اقل، كل ما اللون بيبقى مش واضح معانا. تمام، طب قولي لي بقى اميره، يعني في الوان شعر معينه او يعني نوعيه شعر معينه بتاخد وقت في الصبغه عشان يعني نحصل على اللون اللي احنا عايزينه اكتر من لون شعر معين او يعني فتله شعر معينه زي ما بنقول؟ تمام، هو الالوان الغامقه لو حد شعره اسود غامق او الاسود الليلي زي ما بيقولوا عليه ده بياخد وقت شويه في الصبغه. لو حد صابغ لون اسود او احمر قبل كده ده بياخد وقت شويه في الصبغه. لو حد متعود شعره على الصبغه وصبغ كتير قوي قبل كده مش بيبقى سهل ان احنا نخلي لون الشعر كله واحد. تمام. سوري، او متوحد. دايما تلاقي ان لون الشعر بيبقى فيه خصل فاتحه وخصل غامقه، ده نتيجه ان انا كنت عامله قبل كده ميش في شعري، كنت عامله هايلايت، كنت عامله الوان ولون نزل تحت واللون الطبيعي طلع فوق، بيبقى الشعر نفسه فيه كذا درجه. فبتلاقي لما بتحطي صبغه جديده لازم الاول نوحد لون الشعر بعد كده نبتدي نحط الصبغه. اوكي، الناس بقى اللي بتعاني من هيشان وتقصف الشعر، يعني ايه بقى ازاي الناس تهتم بشعرها وتعتني بشعرها، ولو فعلا وصلوا لمشكله الهيشان والتقصف يحلوا المشكله دي ازاي؟ تمام، هيشان وتقصف يبقى انا عندي ثلاث حاجات لازم اخلي بالي منها. خلي بالي من الشعر دايما يبقى مترطب، يبقى فيه موسترايزنج للشعر.
اغلب الناس اللي بتجيلي في جرين لما بقعد اتكلم معاها: انت بتعملي حمام كريم لشعرك؟ طب بتهتمي بشعرك؟ لا انا بغسله بس. فهي مش واخده بالها ان في ستيب او في خطوه واقعه منها، في خطوه ما بتتعملش اصلا، هي خطوه المسترايزنج او الترطيب للشعر. لازم دايما نخلي بالنا من الخطوه دي. تاني حاجه، لو اوريدي خلاص انا دخلت بقى في مرحله ان انا عندي تقصيف وهيشان وشعري ابتدى شكله يبقى وحش وصحته ضعيفه شعري بهتان، طبعا بيبقى الحل الامثل واسهل حاجه واكتر حاجه بتعالج المشاكل دي في فتره قصيره قوي هو البروتكس. ناس بقى بتلجا لحاجات تانية زي بروتين، زي الكرياتين، كريمات الفرد، ده مش حل ولا علاج خالص، ده مجرد حل مؤقت لمشكله فرد الشعر مش علاجه. ملهاش علاقه بالتقصيف ولا الهشان، كل بيحصل ان انا بحنط الشعرايه فده مش علاج خالص. انما لو هنتكلم على علاج، حاجه صحيه تساعد الشعر ان هو يبقى احسن، تديله منظر احسن وشكلا وموضوعا يبقى احسن، طبعا احنا بنتكلم على البروتكس، واسرع حاجه نقدر نعملها لان هي خلال يومين طبيعه الشعر بتختلف 360 درجه. طب اميره كلمينا بقى عن تركيبه البروتكس وايه اللي بيخليه هو امن وفعال اكتر من المواد الثانيه اللي ناس كتيره بتستخدمها وشايفه ان هي ممكن تكون يعني فعاله وهي مش فعاله، هي مضره، حتى لو بنحصل على شعر يعني شكله حلو فتره معينه لكن بعد المده طبعا الشعر بيتدمر، ودي بشهاده ناس كتيره جدا. كلمينا عن البروتكس ازاي بنستخدمه وبعد قد ايه بيروح او بنحتاج كورس تاني نعيد عليه. بصي يا بوسي، هنتكلم النهاردة بمنتهى البساطة عشان تقريبا كل الفئات وكل الأعمار تقدر تفهم كلامي. تمام. أي مادة فرد في الحياة بتفرد عن طريق حاجة اسمها فورمالين. الفورمالين هو الاسم بتاع المادة اللي بتستخدم لحفظ الحفظ جثث المواد أو للتحنيط. فكل اللي بعمله بمنتهى البساطة مش إني بفرد شعري، أنا بحنط الشعري. تمام. اوكي، هاتي اي حاجه عندك وغلفيها كويس قوي قوي في كيس بلاستيك، مش هقول لك في ماده كيميائيه، في كيس بلاستيك، وسيبيها. بعد فتره هتيجي تلاقيها ميته. ده اللي بيحصل في الشعر، بيقاوم 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 لحد ما في الاخر مره واحده بتلاقي ان الشعر كله بيتساقط، بيبقى شكله وحش جدا ضعيف، حتى طريقه فرده ما تبانش ان هي طبيعيه، تحس ان الشعر شكل الشعر بيقف. صحيح. اوكي، الناس ما كانتش بتحس بده ليه؟ احنا طبيعتنا كعرب ومصريين ان شعرنا تقيل. فما بتحسيش ان هو بيقع غير بعد سنه مثلا، سنه ونص، ايه ده وانا شعري راح فين؟ هو دوت اللي الناس ابتدت تفوق عليه من فتره، لا الحاجات دي وحشه، لا الحاجات دي ليها اضرار، انا شعري شكله كويس بس مش طبيعي، انا لو شفت واحده عامله حاجه من حاجات الفرد دي هقول لك بوسي دي عامله شعرها. بيبقى واضح جدا، واضح جدا. دي حقيقه. مفيش روح في الشعر، الشعر ما بيتحركش بحيويته او بطبيعته. البروتكس بقى عكس كده تماما. بروتكس مش البروتكس، البروتكس عباره عن ماده بروتين علاجي وعباره عن بوتوكس. البروتين العلاجي بره مصر بيستخدموه الاجانب، طبعا هم شعرهم ناعم ما عندهمش المشاكل اللي بتقابلنا. صحيح. بس بتلاقي عندهم درجه الحراره غريبه، يا حر قوي يا اما برد قوي، الرطوبه والحاجات دي بتاثر على الشعر فبتلاقيه دايما مجهد، فهم بيستخدموا له بروتين علاجي لانه بيعالج التقصيف والهيشان البهتان. تمام. بس ما بيديش نسبه فرد، فبالنسبه لهم هو حاجه كويسه، بالنسبه لنا كمصريين لا، هو انا دفعت فلوسي ليه؟ انا شعري لسه زي ما هو مموج، انا عايزاه ناعم. صحيح، دي المشكله اللي بتقابلنا دايما احنا عندنا الموضوع ده. طب انا عايزه افرد الشعر بس ما احطش فورمالين. فلجأنا لماده اسمها بوتوكس، هي واخده اسمها من نفس فكره البوتوكس اللي بتاع بنعالج بيه التجاعيد. اللي هو صحيح. بيفرد التجاعيد، كل اللي بيعمله ان هو بيشد التجاعيده، هي نفس الفكره، تجاعيده اللي في الشعر الكيرلي ده دي تجاعيده، احنا بنشدها مش اكتر. فبتلاقي ان احنا وصلنا لنتيجه ايه؟ ان احنا عالجنا الشعر، ما حطيناش فورمالين، ودينا التقصيف والهيشان، الشعر اتغذى، اتغلفت الشعرايه، فردناه بنسبه عاليه جدا اللي احنا بنتكلم من 70 ل 90%، which is very fair. يعني انا وصلت المرحله انا ما كنتش عارفه اوصل لها باي طبعا. حاجه، وفي نفس الوقت انا ما اذيتش الشعر باي حاجه. أميرة، يعني احنا محتاجين مثلا كل فتره نيجي نعمل جلسه للبروتكس عشان نقدر نحافظ على جمال شعرنا؟ تمام، هو بس في مفهوم خاطئ عند ناس، بس مش هقول ان نسبتهم كبيره لان هو اتصلح عند ناس كتير قوي دلوقتي، ان انا طالما عملت بروتكس في شعري هو يفضل معايا العمر كله. لا طبعا، لان شعرنا بينمو، انا ما اقدرش اغير طبيعه الشعر، لان دي بتبقى خلقه ربنا وخلاص جينات، وهو البصيله بتطلع الشكل ده للشعر. وبعدين هو تطبيق للمادة خارجي مش داخلي. صحيح. يعني انا ما دخلش مادة من جوه، فطبيعي ان الشعر هيطلع بشكله الطبيعي اللي هو الاولاني. اوكي، عشان البروتكس مادة امنة فهتلاقي ان الشعر بيطلع بشكل طبيعي خالص، النمو بتاعه طبيعي. قبل. فهتلاقي ان مع الوقت بقى على حسب، لو اطفال صغيرين نمو شعرهم بيبقى اسرع شوية، فخلينا نقول ان بعد 6 شهور 7 شهور في الاطفال هتلاقي ان الجذور طولت، يعني وصلت مثلا مسافة
كده يعني طولها بقى كده، فبيبقى شكل الشعر غريب شويه، ان هو مفروض وشكله حلو من تحت وشكله صحي، ومن فوق لا في كسره وشكله غريب. فاللي بنعمله ان بعديها بفتره بنبتدي نعمل الجذور دي تاني، ولو كان في اي حاجه من جوه مثلا حصل فيها اي ضرر بنظبطها مع بقيه الشعر. انما لو هنتكلم على حد سنه اكبر شويه، فخلينا بنقول ان هو بيقعد من 8 شهور لسنه معاه. تمام. طب احنا اتكلمنا كده عن علاج تقصف وهيشان الشعر بالبروتكس، بس خلينا بقى اميره، في عندكم في بيوتي سنتر جرين كورسات مثلا للناس اللي بتعاني من تساقط الشعر؟ اه تمام. زي ما كنت لسه بقول دلوقتي يا بوسي، هو الشعر ليه حاجتين، علاج داخلي وعلاج خارجي. طبعا العلاج الخارجي احنا عرفناه اللي هو البروتكس اللي بنقدر بيه نحل كل مشاكل الشعر من بره. تمام. الشعر من جوه بقى، انا ما باكلش كويس، ما بشربش ميه كتير، ما فيش خضار وفاكهه في اكلي، عندي ستريس جامد، نفسيتي بتتعب بسرعه، الناس اللي عندها قولون عصبي وبتتعصب بسرعه، كل الناس دي بتعاني من مشكله تساقط الشعر. طبعا. انا شعري بيبقى فيه فراغات، انا عندي مشاكل في شعري. طبعا دي بنحلها باكتر من طريقه، منها بي ار بي او البلازما والناس كلها عارفاها طبعا. طبعا. اوكي، ودي من طرق العلاج الناجحه جدا، لان الجسم ما بيرفضهاش، لان هي من نفس الجسم، يعني نفس الجسم بناخد منه حاجه وبنرجعها تاني، بس بدوز اعلى شويه في المكان اللي فيه مشكله. وتاني حاجه في كورسات حقن وتابلتس او حبوب اوكي بناخدها، دي بتبقى عباره عن فيتامينز، وما بنروحش ناخد اي حبوب، لان في ناس كتير جدا بتلعب على فكره الهرمونات في علاج الشعر. اوكي، دي ليها اخطار كتير قوي. اول حاجه احنا بنلعب في هرمونات الجسم، وده مستح خالص بالذات لو هي عروسه. تمام. اوكي، تاني حاجه ان الشعر اللي بيطلع عن طريق الهرمونات بيقع تاني اول ما بنوقف. بلس ان انا ما بكلمش على شعر الوش الشعر بس اللي هو الشعر بتاع الراس، انا بتكلم على شعر الجسم كله، وبيطلع وبغزاره وبكثافه، واكيد دي مش هتريح اي بنت يعني. فغير كده احنا بنعالجه عن طريق الفيتامينز، والفيتامينز اللي هي بس يعني متخصصه للشعر اللي هو الشعر بس، انا بتكلم على علاج الشعر بس، هي عباره عن مالتي فيتامينز، سواء حقن عضل او تابلتس او البلازما، على حسب يعني ما حد متخصص بيقرر معاهم. تمام. وده بيبقى علاج صحي جدا، بلس بقى ان احنا بنظبط الاكل بتاعنا وبنبتدي نهدى شويه، بنلاقي ان صحه الشعر بقت تقريبا كويس. الكورس مثلا بيستمر قد ايه؟ اه دايما السؤال عن التوقيت. السؤال عن التوقيت، علاج الشعر بياخد وقت شويه طبعا، فخلينا نقول ان هو من 3 شهور لست شهور عشان نبتدي نشوف ريزلت كده، اه انا شايفه نتيجه ان انا شعري بقى احسن. بس مع كورس الحقن دايما بنلاقي ان من بعد اول كورس بنخلصه، او من بعد رابع او خامس حقنه. تمام. يعني احنا بنتكلم مثلا في 15 16 يوم، انا بشوف ان نسبه التساقط بتقل جدا، ان ما كانتش بتختفي، ودي بتبقى حاجه ملحوظه قوي. تمام. خلصنا مشاكل الشعر، ندخل بقى على الايدين. الامهات يعني بيعانوا من مشاكل في ايديهم وفقدان الايد لنضارتها وجمالها، ازاي بقى بتقدروا تعتنوا بالايدين في بيوتي سنتر جرين؟ تمام. بالنسبه للامهات طبعا يعني ربنا يعينهم في موضوع المواعين والاكل والشرب والحاجات دي، الميه على الايدين دايما بتخليها ناشفه. بالعكس، في ناس كتير بتقول ان الميه الميه نوع من انواع الترطيب للايدين. لا خالص، لما بنسيب الايد مبلوله دايما بنلاقي ان مع الوقت الجلد بتاعها بينشف. صحيح. اوكي، لو هنعتني بيها في البيت طبعا زي ما قلت قبل كده لازم يبقى فيه موسترايزنج، نغسل ايدينا من اي كيميكلز، سواء صابون مواعين او صابون غسيل او اي حاجه، نغسل ايدينا بعديها كويس قوي، ما نعتمدش ان هي كانت تحت الميه وخلاص. عندنا بقى في جرين بنعمل حاجات كتير قوي، اكيد طبعا بنهتم بالايدين وبنهتم برجلين عن طريق المانيكير والباديكير والحاجات اللي بتتعمل، وفي جديد كمان اللي هو البارافين، ناس كتير قوي بتسالني عنه لان الاسم جديد على ودانهم شويه. هو البارافين عباره عن ماسك شمع للايدين والرجلين، هي نفس فكره التغليف، ان انا بغلف الايد والرجل بالشمع ده، فاللي بيحصل ان هو بيديله نسبه فيتامينز عاليه قوي، بيخلي الجلد ناعم جدا، بيحتفظ بشكله حلو قوي. بلس بقى حاجه تانية خالص مهمه للناس الكبيره في السن، ان هو بيسحب الرطوبه من الايدين والرجلين. حلو جدا. ودي بتقابل ناس كتير قوي سنها كبير، ان هي دايما رجليها وجعها. البارافين بيساعد لحاله استرخاء، وبيسحب كل السخونيه او الرطوبه اللي بتبقى جوه الجسم خلال السيشن اللي احنا بنعملها. حلو جدا. طب نتكلم بقى عن الرموش، ايه الجديد دلوقتي في موضوع تركيب الرموش؟ تركيب الرموش، تركيب الرموش اشتهر قوي وبقى شكله احلى من زمان كتير قوي يا بوسي. يعني زمان كان اي حد يعدي من قدامك حاطط رموش بيبقى حتى واضح رموش. جدا دلوقتي اشكال الرموش شكلها اتغير قوي، وبقى في منها كذا نوع، بقى في اللي هي 1 باي 1 زي ما احنا شايفين في الصوره. ده قبل وبعد تركيب الرموش. تمام. رموش بتوسع العين، بتخلي طبعا شكلها احلى، بتديها دايما اللي هي السحبه بتاعه العين دي بتبقى باينه قوي زي ما احنا شايفين قبل وبعد. شكل العين بيختلف قوي، وبتلاقي اغلب البنات اللي بتحط رموش بتبتدي شويه بشويه
تتخلى عن الميك اب او تتنازل عن الميك اب الكتير في الوش، لان اوريدي هي برزت جزء من الوش. يعني لو هنقول ان احنا هنحط روج مثلا يكون لونه حلو علينا وهنركب رموش وبس بلاشر خفيف، انت عملتي ميك اب وتقدري تنزلي الشقه. صحيح. مش تحتاجي بقى ان انت تحطي حاجات كتير في وشك، مش تحتاجي ماسكارا، مش هتحتاجي حاجات كتير قوي. زي ما احنا شايفين هو طبعا بيدي كثافه فبيدي اسمرار، فبتحس ان العين زي متكحله او كانك حاطه كحل او اي لاينر، فبيغير من شكل العين قوي. اللي احنا شايفينه على الشاشه دلوقتي دي نوع جديد من انواع الرموش اللي هو واحده بواحده او وان باي وان زي ما بنسميها. دي بنحطها في الفراغات ما بين الرموش الاصليه، ما بتبقاش قطعه واحده، دي بتبقى بالواحده بنحطهم ما بين الفراغات ديت القطعه الواحده زي ما احنا شايفينها. دي بتبقى سهله في الشيل والحط وبتقعد معانا تقريبا يوم مش اكتر من كده، لو انا عندي مناسبه مهمه، عندي فرح، راح عيد ميلاد، حاجه زي كده، واقدر بكل سهوله انا اسحبها بايدي اشيلها. انما الوان باي وان لا، بتقعد معانا فتره اطول تقريبا 14 يوم. وده بيبقى ما بيأثرش على نمو الرموش العاديه في اي حاجه خالص ولا بيعيقها، وفي نفس الوقت ما بتقعش، يعني ما بنشيلهاش نيجي بعديها نلاقي ان رموشنا بقت اقل، لا بالعكس بتحافظ عليها من غير اي مشاكل. تمام اميره. طب نفكر الناس تاني بالعروض والمفاجآت اللي بتقدموها في بيوتي سنتر جرين علشان عيد الام. اوكي، اول حاجه البرودكتس احنا عاملين عليه ديسكاونت بيوصل ل 500 جنيه على اي سيشن بتتعمل ايا كان سعرها كام، هي ليها ديسكاونت 500 جنيه. تاني حاجة أي عروسة هتحجز معانا دلوقتي واتيفر فرحها دلوقتي الشهر الجاي أو اللي بعده هي ليها ديسكاونت 30% على الباكج كلها. تمام. برضو واتيفر الباكج اللي هي هتختارها هي. حلو إيه؟ جدا. وتالت حاجة عندنا خصومات بتوصل لحد 50% على أي حاجة بتتعمل عندنا في المكان، فأي حد عايز يعمل أي حاجة هو ليه ديسكاونت وليه أوفر عندنا. تمام. طبعا كل الأرقام موجودة قدام السادة المشاهدين على الشاشة، كل مشاهدي صباحك عندنا ليهم خصومات ومفاجآت كتيرة جدا بمناسبة عيد الأم. أميرة بقى برضو عايزاكي تقولي لنا شوية نصايح كده لكل الامهات ولكل البنات عشان يقدروا يهتموا بجمال شعرهم ويحافظوا على جمال شعرهم. تمام. ما تتاخريش، دي اهم حاجه، ما تكتشفيش ان انت عندك مشكله متاخر. ما تبصيش بعد ما يبقى في مصيبه كبيره حصلت، ايه ده هو انا شعري بقى قصير كده ليه؟ ايه ده انا شعري هاش قوي كده ليه؟ ايه ده انا شعري راح في حته ثانيه ليه؟ لا، خلي بالك دايما من شعرك، عينك عليه زيه زي اي جزء في جسمك، اهتمي بيه، بصي عليه دايما، لاحظي اي حاجه بتحصل فيه، خلي بالك من اي مشكله بتحصل، عشان كل ما بتتاخري كل ما فتره العلاج بتبقى اطول. اميره انا مبسوطه جدا انك كنتي معانا النهارده واكيد استفدنا كتير جدا، بشكرك شكرا جزيلا. اميره مصطفى خبيره التجميل بيوتي سنتر جرين، بشكرك مره ثانيه. ميرسي قوي. مشاهدينا الكرام فقرتنا الطبيه انتهت، وانتهت معها اكيد فقرات صباحك عندنا، بنتمنى لحضراتكم يوم سعيد وموفق.